وهي المباراه رقم 18 في البريمير ليج هذا الموسم لمايك دين بعد 17 مباراه اشهر خلالها البطاقه الصفراء 75 مره والبطاقه الحمراء مرتين. فقية الانيق باركر وتعود لابن براتو يرفعها ديامانتي لاعب ليفربول السابق وتعود خطيره هدف ربما لميدو احمد حسام الحسام يريد ان يكون قاطع منذ بدايه اللقاء. المحاوله الاولى في اللقاء تاتي من ناحيه فريق ويست هام كره هوائيه كرات بالراس تصل تنتقل من القسم العنابي في مدينة برمنغهام إلى القسم الأزرق في برمنغهام من أستون فيلا إلى غريمه التقليدي برمنغهام ويواجه اليوم الفريق العنابي الآخر في الكرة الإنجليزية فريق ويست هام يونايتد. أحمد حسام بالأخوانين اللعب في البريمير ليج لكن اختيارك كانت ناجح وهذه كرة أيضا حلوة المحاولة لأحمد حسام. المرة الأولى لم تنجح المرة الثانية أيضا لم تنجح من كرة رأسية إن شاء الله أن تكون الثالثة ثابتة. طبعا نحن لا ننحاز أبدا لأي فريق في البريمير ليج ونشجع الكرة الجميلة ونشجع الفريق الأفضل ونحبذ أن يفوز الفريق الأفضل لكن طبعا عندما يكون الأمر لم يكن في وقته أبدا ديفيد سوليفان يطلب من اللاعبين أن يتقبلوا فكرة خصم في رواتبهم بعد أشهر وهم يتحضرون لمباراة مهمة هنا في ملعبهم بملعب أبتون حتى الآن سجل مقبول مع فريق البلوز والكرة هنا لميدو يحضر ويسدد ميدو والثالثة لم تكن ثابتة يا أحمد حسام ميدو من مواليد القاهرة في 23 فبراير من عام 1900 هناك لمسة يد على أحمد حسام ميدو الذي أصبح أغلى لاعب عربي عندما انتقل من برمنغهام سيتي اسمان جديدان كنا كريك كارتنر من أستون فيلا مقابل 3 مليون باوند وهناك اللاعب الإسباني ميشيل من سبورتي كيخون مقابل حوالي 3 ملايين باوند هنا الكرة والمحاولة بين يدي الحارس جو هارت أحمد تقطع من أمام منطقة فريق ويست هام وتنطلق هجمة مرتدة الكرة مرفوعة من ديامانتي أنشط لاعبي فريق الهامرز حتى الآن تأتي من كول ناحية نصرة ديامانتي والتسديد فيليبس وتعود هجمة لفريق الهامرز أمامية من ديامانتي لكن بين 2006 و2009 هذه الكرة الوتير ممتاز بين ميدو وكوفاش سنذكر بالمعلومة إن شاء الله في آخر 10 دقائق هذه الكرة مرفوعة تمر على ميدو مرت على أحمد حسام يصفق أحمد حسام لزميله أحمد حسام طبعا نذكر كيف قام الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه عدة مرات أهمها في 2004 و2006 اليوم يأتي أحمد حسام بعقلية الإسباني لكن طبعا عندما تذهب إلى مدريد يكون هناك تخمة من اللاعبين يصعب أن تفرض نفسك هذا ما تقطع الكرة من اللاعب الإيرلندي تصل كرة أمية من بيرامي لكن لم تصل لأحمد حسام ميدو والجمهور المصري والجمهور العربي الذي يتابع ويتمنى أن يسجل حسام اليوم ميدو وقع من فوبير من جديد منتصف الملعب تمرر برأس ميدو أن يخدع الدفاع لكنه لم يفعل ذلك الكرة أمامية لميدو بالكعب يا سلام على ميدو الكرة هنا لم ترقب كبير الكرة تنفذ هذه المرة بطريقة سيئة جدا ليس الآن أصبح مدرب اسكتلندا هو غريغ ليفين ميدو كنترول جيد من المصري تمرير لفوبير الفرنسي كوفاتش يحاول المرور المحارب التشيكي وميدو ينال على ما يبدو الركنية برافو ميدو برافو أحمد حسام الضغط على مدافعي فريق برمنغهام من أجل أن ينال الكرة من الزاوية حلوة من أحمد الكرة مرفوعة من أليساندرو ديامانتي ترتد الكرة تصل بالرأس
ميدو ليبيرامي من جديد منطقة الجزاء فيها خطورة لفريق معه حاليا في الانجليش بريمير ليج اسم ابرز واشهر اللاعبين الذي مروا في تاريخه. هذه كرة ترتد من دفاع في مساء الاحد الماضي. هذه الكرة مقطوعة تصل لميدو. ميدو ماذا تفعل يا ميدو؟ خطفها بشكل جيد. احكم ماكليش باي تبديل حتى الان. يخرج ميدو معليش غيرها بغيرها يا احمد. نتمنى ان يعود ويسجل ويفرض نفسه في تشكيله فريق الهامرز. لم يسجل اليوم. الاهداف قادمه ان شاء الله.